محبي قناة البهجة العبقار، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذا اللقاء الجديد اللي كنتمنوا من الله أنه يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم كما كتشوفوا معنا جينا وجبنا لكم جديد، جبنا لكم هذه الشقة المتميزة متواجدة بالقلب ديال المنطقة ديال ميموزا. هاد الشقة هادي تبارك الله ذات المساحة الشاسعة، المساحة ديالها كتبلغ تقريبا 110 متر كاري. متواجدة هاد الشقة هادي في الطابق الثالث، وتتكون من جوج الغرف، صالون، سيجور، كويزين، حمام تواليت سيباري. كما كتشوفوا معنا دابا حنا متواجدين في القلب ديال الدار، كتشوفوا تبارك الله هاد الشساعه هادي ديال الداخل ديال هذا هو الوسط هذا ديال الدار. كما كتشوفوا هاد الشقه اللي كيميزها هو الاضاءه الجيده والشمس كذلك، لانه عندها جوج الواجهات. هذا كما كتشوفوا معنا هو لو سيجور. هاد الشقه هادي غتبع ان شاء الله بالفراش ديالها، والثمن ديال هاد الشقه راه جد مناسب بالفراش. هنا غندخلوها نشوفوا لا بروميير شومبر اللي كتعتبر ان شومبر ديال لي زونفون كما كتشوفوا معنا. هاد الشقه قريبة كذلك من جميع المرافق الضرورية، من محلات تجارية كبرى للسوبر مارشي، قريبة كذلك من المسجد على بعد أمتار من المسجد، وعلى بعد أمتار كذلك من الشارع الرئيسي أو الشريان الرئيسي ديال مدينة القنيطرة اللي هو شارع محمد الخامس. هنا ندخلوا معنا تشوفوا معنا الصالون. كما كتشوفوا هذا الصالون هذا متميز، لان كما غتشوفوا معنا المساحه ديالو تبارك الله كبيره ومضاء كذلك، فيه واحد الشرجم اللي هو كبير تبارك الله كيعطيه اناره جيده وكذلك كيستافد من الشمس. هاد الشقه قريبة كذلك من المحكمة الابتدائية، قريبة من المدارس الخاصة، المدارس العامة كذلك، قريبة من وسائل المواصلات، كتواجد على أو قريبة من واحد الشارع أو متواجدة على واحد الشارع اللي هو كذلك رئيسي في مدينة القنيطرة اللي هو معروف. كما كتشوفوا معنا الرونق الجميل ديال هاد لو صالون. وحتى الفراش ديالها كما كتشوفوا راه فراش دو بون كاليتي. كما غتشوفوا معنا البونش راه جديد باقي نف. وبالنسبه للثمن ديال هاد الشقه مقارنة مع هذه المنطقة ديال ميموزا راه ثمن جد مناسب. الثمن ديالها راه ما كيتعداش 68 مليون وقابلة للتفاوض، خصوصا وانكم كتعرفوا بان المنطقة ديال معمورة هي اللي كتعتبر اغلى منطقة في المدينة ديال القنيطرة، بالحكم ديال انها أو بحكم أنها محادية لمحطة القطار الكبرى. فغير مثلا في وسط المدينة مقارنة هذه المنطقة ديال المعمورة مع المنطقة ديال لافيلوط، فثمن المتر كاري في المعمورة كيتعتبر أغلى من لافيلوط. هنا كما غتشوفوا معنا غنشوفوا الشومبر الثانية أو الغرفة الثانية اللي كتميز كذلك بهاد
بلاكار اللي غتشوفوا معنا في الحيط. وعندها واحد الميزة خاصة هي انها مطلة على هاد الكولوار كما غتشوفوا، هاد الكولوار اللي مضاء على الطول ديالو واللي كيخرج ديريكتومون في الكويزين. هاد الكولوار كما كتشوفوا كما غتشوفوا معنا من بعد فهو مستغل، اذا لزيارة هاد الشقة ما عليكم الا تصلوا بنا مباشرة على الرقم المتواجد على الشاشة، وكذلك زيارتنا في المكاتب ديالنا الخاصة اللي هي مفتوحة طيلة ايام الاسبوع. ما عليكم اذن الا تصلوا بنا، وبتنساوش كذلك اشتراك في القناة ديالنا قناة البهجة للعقار، وترك ملاحظات سواء بخصوص هاد الشقة وكذلك شقق اخرى. احنا دائما كنرحبوا بكم وكنرحبوا بالملاحظات ديالكم، وكنرحبوا كذلك بالطلبات ديالكم الخاصة. اذا كما كتشوفوا معنا هنا هذه هي لاكويزين، لاكويزين مطلة على الجانب الثاني من هذا المنزل، وهو اللي كيعطيها تبارك الله واحد الإضاءة جيدة كما كتشوفوا معنا. وكينا كما قلنا لكم هذه البارتي هذه اللي كينا في لاكويزين اللي حتى هي مستغلة، هاد لوكوان اللي مستغل على شكل واحد بوتي جاردان انترن كما غتشوفوا فيه النباتات. اذا ما بقى لي الا نشكركم، قناة البهجة هي القناة ديالكم، مرحبا بكم ومرحبا تعليق ديالكم. إذن شكرا لكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.